السلام عليكم. الديوان الملكي بيعلن وفاة الأمير فهد ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود الكبير آل سعود. الديوان الملكي وفاة الأمير فهد ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود الكبير آل سعود. بيان من الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود الكبير آل سعود. بيان صادر من الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الأحد الموافق 24/5/1444 بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي ابن عبد الله بمدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بخصوص البيان الصادر من الديوان الملكي. أصدر الديوان الملكي بيانا قال فيه: وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. تغمد الفقيد الله سبحانه وتعالى، تغمده بالرحمة والمغفرة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.